لقد كنا نعمل مع المانحين ومع حكومات العراق، الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان، من أجل نقل الكثير من الخدمات للاجئين والنازحين ودمجها مع خدمات الحكومة. ولكن في نفس الوقت وكما قلت، مهم جدا أن الكثير من هذه الخدمات تستمر حتى لا نقوم وفجأة بإنهاء الخدمات للأطفال، خاصة للأطفال المستضعفين. وضمن الخدمات الإنسانية التي تم تقديمها، هناك فجوة كبيرة تتمحور حول حماية الأطفال والرفاه الاجتماعي الاقتصادي، وأيضا العنف المبني على النوع، وأيضا إدارة الحالات الخاصة بالأطفال الذين يعانون مشاكل، سواء يواجهون العنف في المنزل أو سواء كانوا ضحايا للانتهاكات الجنسية. مهم جدا أن نحافظ على هذه الخدمات، وهذه هي الخدمات الصعبة أو التي يصعب تسليمها إلى الحكومة. طيب، في هذا الباب كيف تقيمون الدور الحكومي سيد أوين؟ هناك علاقة مثمرة مع الحكومات، سواء الحكومة الفيدرالية في العراق أو حكومة إقليم كردستان. أود أن أوضح هنا على وجه التحديد سياسة دمج التعليم الخاص باللاجئين والتي طورناها سويا، وهذه السياسة تحدد دمج اللاجئين في مدارس الحكومة، وهذا يبدأ الآن. المدارس بدأت هذا الأسبوع، وكنا في السنة الأولى من الدراسة أطفال اللاجئين يبدأون في مدارس كردية عادية. وأود هنا أن أوضح الموقف الإيجابي المنفتح للحكومة والخاص بتنفيذ هذه السياسة. ولكن هذا لا يقتصر على التعليم، هناك أيضا خدمات مثل خدمات المياه والصرف الصحي والصحة، ورأينا موقف داعم من الحكومة وتوفير للخدمات هذه للأطفال. في نفس الوقت ومع زيادة المساعدات الإنسانية من المانحين، أو عفوا نتيجة لتخفيض هذه المساعدات، هناك قلق من أن تكون هناك ثغرات أو فجوات، خاصة في مجال تقديم الدعم الاجتماعي للأطفال الذين واجهوا بعض المشاكل ومستمرون في الحصول، أو هناك أناس يشعرون بأنهم مستثنين، أو هناك قلق بشأن مستقبلهم أو أين ينتمون. سيد أوين، أتحدث الآن عن الأطفال خارج مناطق النزوح، أتحدث عن مناطق يعني أخرى في العراق، وسط جنوب العراق، أيضا مناطق شمالية خارج مناطق النزوح. العام الدراسي كما ذكرت بدأ في بعض المناطق وسيبدأ أيضا في الأيام القادمة في مناطق أخرى. تحديات الأطفال في العراق كيف ترونها تحديدا، ولا سيما في مجال التعليم؟ التعليم لا يزال يشكل مشكلة، وما نحتاجه هو تخصيص جيد من الحكومة للمدارس، بمعنى تمويل جيد و
الحفاظ على المدرسين وتدريب المدرسين في هذه المدارس، أيضا دعم للبنية التحتية. العراق الأطفال أو عدد الأطفال فيه يزداد، ونحتاج إلى بنى تحتية في المدارس، ولكن حاليا البنى التحتية غير كافية للتماشي مع الزيادة في عدد الأطفال. في نفس الوقت نحتاج إلى أن تكون هناك مدارس ودودة للأطفال، حيث يشعر الأطفال فيها بالأمن وبأنه مرحب بهم، وهذا يأتي من خلال تدريب الأساتذة أو المدرسين، وأيضا وسائل تدريسية ودودة للأطفال، وأيضا مناخ عام بمعنى مناطق خضراء، المدارس الجيدة يكون فيها مياه أو منشآت للمياه والصرف الصحي، والأطفال يشعرون بالأمن وبأنه مرحب بهم خاصة في المدارس. هذه هي أشياء مهمة جدا للأطفال في العراق. هل أنتم متفائلون من أن تتم هذه الخطوات في المستقبل القريب وليس المستقبل البعيد سيد عين؟ يعني هذه متطلبات كثيرة. هناك أشياء كثيرة يفترض من الحكومة أن تعملها، ونحن نعمل مع الحكومة حول مسائل تتعلق بتخصيص ميزانيات للأطفال، وذلك لمضاعفة تأثير الأموال المخصصة للأطفال والتأكد من أن هذه الأموال مخصصة للأطفال. أعتقد أن العراق في موقف جيد، من حيث أن العراق والحكومة العراقية لديها دخل ثابت وقوي من إنتاج النفط، وهذا يضع الحكومة العراقية في موقف أسهل بكثير من الموقف الذي تجد فيه نفسها الكثير من الحكومات. المسألة مسألة إعطاء أولويات وللتعليم والخدمات الممنوحة للأطفال، والمسألة أيضا هي مسألة التأكد من أن الأموال المخصصة للتعليم يتم إنفاقها بطريقة جيدة وفعالة تعطي عائد من وراء هذه الاستثمارات، وأعتقد أنه سويا يمكن أن يتم عمل ذلك. هذا لا يتم أوتوماتيكيا، ولكن لو عملنا سويا حول هذا الموضوع يمكن أن نقوم به.